ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. خرجت ملكة الجمال المغربية نهيلة أملقي الملقبة بالباربي المغرب اليوم الجمعة بتصريح جديد أوضحت فيه أنها لم تستطع نسيان الحادث الذي تسببت فيه وخلق ضجة بين المغاربة. وأوضحت نهيلة أملقي أنها تعتزم الاستمرار في مسيرتها معتبرة نفسها ضحية لغلط المغاربة المتمثل في عدم تقديم المساعدة حسب تعبيرها. ويذكر أن نهيلة أملقي حصلت على لقب ملكة جمال الكون في الإمارات وقد تسببت في مقتل شخصين في مدينة مراكش وتعرضت لاعتقال الاحتياطي قبل أن تعانق الحرية بعد الحصول على تنازل عائلات الضحايا. واليوم فتحت على فيديو باش نقول لكم أنا غادي نكمل المسيرة ديالي وأكيد وكل واحد وكيف مؤلف قصص وكل واحد واش مقيل وكل واحد واش والناس اللي كتسب واللي كتشتم واللي ولكن اش غادي نقول في الاخر حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد وفي كل شخص. انا هادشي باقي ما بغيتش يتنسى ليا والغلط ديال المغاربه هي ما كيعاونوكش للاسف كيزيدوا عليك وكل نهار تيالفوا عليك حاجه وكل نهار. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.